العرض والحدث الاستثنائي لموكب المومياوات الملكية موجة جديدة من الانتقادات خلت مسلسل الملك في ورطة كبيرة بعد العرض التاريخي ده اللي تابعناه، لدرجة انهم طلبوا بإلغاء عرض المسلسل، وشفنا موجة من المقارنة بين الحدث والمسلسل والسخرية بسبب الأخطاء التاريخية اللي جت فيه. البلد دي مش زي أي بلد تاني. جيش الهكسوس بينتصر دايما ونحن لا نهزم، ننتصر أو نموت. أنا شفت واحدة لابسة بلاية، أصلح واحد لدور أحمد في رأيي من ناحية الشكلية محمد رمضان.